أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية في مصر اليوم الأربعاء 15 مايو 2024. بتحظى الأسواق المالية بالعديد من التحولات والتقلبات، وتبقى تلك الحركات حاضرة بشكل دائم في حياة المستثمرين والتجار. الناس بتبحث بشغف عن تفاصيل السوق لمعرفة أسعار العملات النهاردة. بنستعرض لحضراتكم أسعار بعض العملات بما فيهم أهم العملات العربية والأجنبية، إذ جاء سعر الدولار في بعض البنوك كالآتي: سجل سعر الدولار في البنك المركزي 46 جنيه 81 قرش للشراء و 46 جنيه 91 قرش للبيع. في البنك الأهلي المصري سجل 46 جنيه 84 قرش للشراء و 47 جنيه 94 قرش للبيع، وأيضا سجل نفس السعر في بنك مصر. وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي بنستعرض لحضراتكم أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، واللي سجلت انخفاض النهاردة بأسعارها مقارنة بأسعارها أمس حسب آخر سعر أعلنه البنك المركزي على موقعه الرسمي. سجل اليورو 50 جنيه 53 قرش للشراء و 50 جنيه 65 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني سجل 58 جنيه 76 قرش للشراء و 58 جنيه 91 قرش للبيع. فرنك السويسري سجل 51 جنيه 56 قرش للشراء و 51 جنيه 69 قرش للبيع. بالنسبة للعملات العربية والخليجية، سجل الريال السعودي 12 جنيه 84 قرش للشراء و 12 جنيه 50 قرش للبيع، وسجل الدينار الكويتي 152 جنيه 22 قرش للشراء و 152 جنيه 59 قرش للبيع. الدرهم الإماراتي سجل 12 جنيه 74 قرش للشراء و 12 جنيه 77 قرش للبيع، وسجل الريال القطري 11 جنيه 88 قرش للشراء و 12 جنيه 87 قرش للبيع. أترك لحضراتكم التعليق. دي كانت أسعار العملات الأجنبية والعربية معانا النهارده.